سلوا الدهر عنا وعما جرى ومجد تأثالا فوق الذرى لنا في أعالي الثريا يد وأخرى ترد الثرى جوهرا سلوا طالب الحق عن زهده به الحق أسفارا واستبشرا يقود الجحافل في عزة لكي تنشر العدل بين الورى وكم دكدك الظلم في أوجه وجندى لكسرى على قيصرى أبو حمزة إذ شرى نفسه يرى الخلد تشريق فيما يرى وكم دكدك الظلم في أوجه وجندى لكسرى على قيصرى أبو حمزة إذ شرى نفسه يرى الخلد تشريق فيما يرى ومن الجلندى إمام الهدى غدا الكون من عدله أخضرا مضى فدل هم الورى حقبة وكان الزمان به أزهرا ومن الجلندى إمام الهدى غدا الكون من عدله أخضرا مضى فدل هم الورى حقبة وكان الزمان به أزهرا ويا وارث الخير عرج بنا على العدل نسأله ما جرى ألم ينشد الطير ألحانه وهدي الكتاب بكم مظهرا وهل مثل غسان في عدله فخبر به غيرنا خبرا لواء العدالات في كفه فكم ذاق طعم الحياة الورى وهل مثل غسان في عدله فخبر به غيرنا خبرا لواء العدالات في كفه فكم ذاق طعم الحياة الورى وأين الذي يرتجى فضله يثير على الظلم أسد الشرى يغني الزمان بسلطانه وفي لجة العدل قد أبحرا وأين الذي يرتجى فضله يثير على الظلم أسد الشرى يغني الزمان بسلطانه وفي لجة العدل قد أبحرا بآل الرحيل سما فتية إباء قريش إليهم سرى يطيب الزمان بتذكارهم وهل كسعيد إمام يرى بآل الرحيل سما فتية إباء قريش إليهم سرى يطيب الزمان بتذكارهم وهل كسعيد إمام يرى وكم حاملت سفن للهدى أئمة عدل بدور الورى إذا ما تكدر صفو الحياة تذكرتهم فانجلى ما طرى ودار الزمان بنا دورة وباع الزمان لنا واشترى تبلاج فجر الهدى بغتة وصوت الجهاد بنا كبرا ودار الزمان بنا دورة وباع الزمان لنا واشترى تبلاج فجر الهدى بغتة وصوت الجهاد بنا كبرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.